صباح الخير عزام طبعين، مفتاح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر. مدام هولك وكريم مجدي، اليوم 15 سبتمبر 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الأمريكي. تداولات إيجابية لليورو مقابل الدولار الأمريكي في بداية اليوم، طبعا خلال تداولات أمس، ولكن مع نهاية اليوم بينحصر طبعا الأداء الإيجابي، وبنشوف تداولات عرضية بشكل كبير. ده رجع أكيد في المقام الأول لتراجع الدولار بعد البيانات اللي جت أسوأ من المتوقع، طبعا كانت خاصة بالتضخم، وده اللي بيثير شكوكا بشان توقيت تخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي لمشتريات الاصول. واشار بعض المسؤولين مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي قد يقلص مشترياته من السندات بحلول نهايه العام، لكنهم كمان اكدوا ان زياده متوقعه في اسعار الفائده لن تحدث في المستقبل القريب. وحد طبعا كمان من ارتفاعات اليورو انخفاض شهيه المخاطره بشكل كبير، طبعا نتيجه ارتفاع الاعداد باصابات فيروس كورونا. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة على الأسواق. امبارح كان عندنا بيان هام من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي اللي كان متوقع ليه 3%، وجيب نتيجة أسوأ من المتوقع 1%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك أعزائي المتابعين خلينا نشوف مع بعض التشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما حضرتك شايفين طبعا الاداء المتباين لليورو مقابل الدولار الامريكي، الارتفاعات بعد بيانات التضخم اللي جاءت اسوا من المتوقع للدولار، وبعدين طبعا بتنحصر الارتفاعات نتيجه انخفاض شهيه المخاطره بشكل كبير، ولكن اداء عرضي هو المسيطر، واختناق ما بين ال 18.35 وما بين ال 17.95 هو ايضا المسيطر. حتى الاشارات على المؤشرات مختلفه، اداء سلبي على ام اي، اداء ايجابي على الستوكاستيك، اداء ضعيف على الفلات تريند، أداء سلبي على السار، وجود أعلى المتوسطات السعرية على الرغم من تقاطعها الأسفل، وجود أعلى 38.2 في بوناتشي. كل ده طبعا مؤثر بشكل كبير بجانب وجوده أسفل ال 18.35، ولكن مع وجود اليورو أسفل النقطة المحورية المهمة عند 18.35، الاتجاه الأكثر توقعا هيكون السلبي بشرط كسر ال 17.95 علشان يروح لل 70 وراها ال 45، مرة تانية كسر ال 95 وراها ال 70 وراها ال 45. السيناريو الآخر المعاكس تحقق بكسر ال 18.65 علشان يروح لل 85 وآخر نقطة عند ال 19.10. وبكده أعزائنا المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تقدر آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.